هاي انا عاليا، هنعمل النهارده دبولي وهنستخدم بوتاجاز لجرمانيا كلاسيكال 5 عيون. الوصفه دي من جنوب ايطاليا وشبه الدونات شويه على الزلابيا، ما هياش كريسبي قوي زي الزلابيا وفي نفس الوقت هي هشه وطريه زي الدونات. في ايطاليا بيعملوا الدبولي وقت عيد الاب ووقت الكارنيفلز اللي بتبقى في الشتاء، وعاده بيحشوها يا كريمه يا شوكولاته، بس احنا اخترنا توبينج سهل قوي عشان كله يقدر يعملها في البيت. عشان الدبولي تنفش معانا في الزيت يستحسن ان احنا نخلي العجينه تخمر من 3 ل 5 ساعات قبل ما نقليها. عشان الديزرت ده بيحتاج ديب فراينج وكم زيت كبير، حوامل بوتاجاز لجرمانيا الكاست ايرون بتساعد ان الطاسه تبقى ثابته، فببقى مطمنه وانا بقلي الدبولي. اول ما يبقى لونهم ذهبي بنطلعهم من الزيت يتصفوا شويه، وبعد كده بنحضر الكوتينج اللي هنحطهم فيه قبل ما يتقدموا. الدبولي شبه الزلابيا شويه في فكرتها، بس التكستشر بتاعها مختلف، هي هشه وسوفت اكتر ومش مسكره قوي، وكمان الليمون زيست اللي بيتحط مع السكر والقرفه بيعمل بالانس حلو في الطعم. La Germania, the kitchen genius.